السلام عليكم وأهلا وسهلا بأحبتي الكرام، ومرحبا بكم معايا في قناتكم لوك إبداع سعاد. دائما كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم ومرحبا بكل مشاهد ومشاهدة جديدة، ونتمنى تنضموا معنا سواء كنتوا داخل أو خارج المغرب. بإذن الله الفكرة ديال اليوم غادي تفيدكم أنكم تطبقوا على أي موديل بغيتوا، واستعملت ألوان ممكن نتوما تخدموا ألوان أخرى مختارة من ذوقكم. المهم الفكرة ديال اليوم على شكل وردة كلها بتنبت، ممكن تخدمي منها كتار يعني بأحجام مختلفة. المهم أنا عطيتك الفكرة وإن شاء الله تحاولي تطبقيها، يعني تجيك في أي موديل بغيتي. ممكن تعمري بهاد الوردة اللي غادي ديري منهم يعني عدد كبير، تعمري الصدر كله. المهم كيبقى الاختيار دائما لك، ونتمنى ان شاء الله تعجبك الفكرة وتحاولي تطبقيها لانها سهلة جدا. والالوان كما قلت غادي يعني بمذوقكم. على اي كنتمنى تتبعوا معي الفكرة حتى الاخير، وشكرا لكم.
Thank you.